عباد الله، إن انكساف الشمس والقمر يدلان على قدرة الله النافذة وحكمته البالغة، وأنه سبحانه دبر هذا الكون على نظام دقيق له في ذلك حكم وغايات. أيها المؤمنون، إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لغاية ومعنى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل في علاه يرسل بآياته التي توقظ القلوب وتحيي النفوس وتبصر الأرواح بما فيه سعادتها وخيرها، ومن ذلك ما يجريه الله تعالى من كسوف القمر والشمس.